مفيش مناسبة بيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا ولازم يشيد ويقدم الشكر للشهداء اللي ضحوا بحياتهم في سبيل استقرار بلدنا وأمن وطننا. الرئيس دايما حريص على التذكير ببطولاتهم وتضحياتهم، وحريص في كل الأوقات كمان على مشاركة أبنائهم وذويهم وأهليهم في كل المناسبات. اهتمام كبير ورعاية خاصة يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر شهداء مصر الأبرار منذ توليه الحكم، تقديراً لأرواحهم التي قدموها فداءً لهذا الوطن لحفظ الأمن والأمان وصون مقدراته. رعاية الرئيس السيسي لأبناء وأسر الشهداء لم تكن شعارات، بل كانت واقعاً واضحاً لا يحتاج إلى تأكيد، وهو ما تجلى في الحرص الدائم على تكريمهم في المحافل المختلفة، ومنها يوم الشهيد والمحارب القديم واحتفالات انتصار اكتوبر المجيد. الاهتمام لم يكن ماديا فقط، بل كان معنويا ايضا، حيث حرص الرئيس السيسي على مشاركة ابناء واسر الشهداء في اداء صلاة عيد الفطر والالتقاء بابناء الشهداء للاحتفال معهم وبث السعادة والفرحة داخل قلوبهم. وفي نوفمبر من عام 2022 وجه الرئيس السيسي بقيام صندوق تكريم الشهداء بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم. كما وجه الرئيس السيسي بقيام الصندوق بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة منه لتشمل المزيد من المجالات الإضافية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها. وفي أغسطس عام 2023 وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وصدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 من يناير من عام 1952 إلى المستفيدين من الصندوق. كما صدق على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف. كل هذه الخطوات انعكست وتنعكس على أسر الشهداء الذين استحقوا كل تقدير، وذلك لم يكن غريبا على الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي الذي يولي اهتماما كبيرا بكل أبناء الوطن بمختلف فئاتهم. دايما سيرة الشهيد باقية في ذاكرة كل المصريين.